اليوم الفضائية بالمجمع. يا اهلا بكم. مجمع الحلو الجميل بناس الطيبة. بكم هم من منورة سلمك. الله يحفظك. الله يبارك يعني فيك. حقيقة المجمع أنا دائما أحضر به. ذكرت قبل قليل أنه أكو شيء من التلاحم بين العوائل الموجودة وهذا شيء جميل. يعني اليوم أنا أحتاج شيء من عمر أو أحتاج شيء من زيد أو أحتاج من محمد أو حسين. هذا شيء جميل. فشو تحكي لي على وضع المجمع الآن والخدمات المقدمة إليه؟ والله الحمد لله وشكر الخدمات يعني طيبة بالمجمع. يعني الماء بس هاي انقطعت مال الكهرباء يعني اللي هذه الآونة الأخيرة يعني ما كانت. الحمد لله الوضع المجمع تعبان بصورة عامة يعني من ناحية الاقتصادية يعني شغل ما بي. ذكروا وقالوا المجمع بالمقدمة بالحديقة قالوا المجمع يعني حقيقة هو إداريا إلى الدور ماليا للشركة. فلذلك شلون نقول هذا وهذا ترك الموضوع فبقت فهاي مناشدة للمحافظ وها بالضبط. فحقيقة شفنا اكو تراكم للنفايات اكو بعض الامور. اغلب يعني اغلب الساكنين بالمجمع عايشين على الراتب واحنا هنا شغلنا يعني اغلبه بالدين يعني فنطالبهم بالسداد ديننا لان نسوق احنا ما عدنا يعني شلون فداينا من اخره وعاده اللي يداين شهريا ايه يعني يجوز اكثر من شهر يجي وقت الراتب ما يسدون شلون نسوق احنا لان يعني كلهم دخلهم محدود ايه على الراتب صحيح. المواد انتم شلون تجيبوها يعني من سامرة؟ والله من سامرة من تكريت يعني ايه همنا الشركات تجي مرات هنا همنا مرات احنا نشتغل